طب يا كابتن انت ناوي تكسب النهارده ولا ايه؟ يعني بتمنى ان خسران مباراتين فان شاء الله يكون وشك حلو عليا. واحده ضربات الجزاء للمباراه السابقه وضغطت 1-0 اول مباراه، بس متفائل لما شفتك. ما تتغلبش المره دي. لا مش هتغلب. مش هتغلب. رجاله اقف هنا عندك استنى عشان ارحب طبعا اكيد حبيبي. اقف والله رجاله. احمد ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذ حبيبي؟ يا كابتن عامل ايه يا حبيبي؟ طبعا الرجاله احنا اكيد النهارده بنرحب طبعا اكيد باستاذ احمد رأفت المذيع والاعلامي الكبير جدا في الشارع الرياضي والشارع المصري، عنده شعبيه كبيره جدا جدا. هو انا جاي النهارده عشان ارحب بيكم يعني ويتفرج عليكم. ازيك يا كابتن؟ احنا طبعا جايبين النهارده جايبين لكم مفاجاه، بس المفاجاه دي بقى غالبا كل شخص واحد بس، احنا هو وظروفه يعني. اسمك ايه الاول؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، نط كده 3 نطات. انت فاكر نفسك ارنب؟ انت بتنط كده ليه؟ تعالى. لا اطلع انت، ارجع هنا. تعالى تعالى نط كده نطتين. مع السلامه. انت تعالى كده نط نطه. لا خلاص انت مش تنفع، مش تنفع والله خلاص. تعالى كده قرب. اسمك ايه؟ محمد مصطفى. عامل ايه يا محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كابتن هشام عامل معاك ايه؟ كويس الحمد لله. كويس؟ انت بتطمن عليه؟ محمد قول لي، قالوا لي عنك يعني انك متضايق شويه او زعلان، ليه زعلان؟ عشان كان صلاح اخويا مشى من الفريق وكده من اول ماتش وكده، كنت يعني اللي انا هنام كان معايا في الاوضه، كنت انام لوحدي يعني من غيره وكده. هو اخوك التوأم. اخوك التوأم. انت زعلان ان هو مش معاك النهارده؟ طب انت عايزنا نرجعه تاني الفريق ولا عايز تمشي معايا ولا ايه؟ قول لي. كان نفسي بقى يكون موجود معاك في الفريق ان شاء الله. كان نفسك يكون معاك في الفريق. مش سهل ان حته منك تغيب عنك وتقدر تكمل عادي. معلش يا محمد، انت لعيب كويس وغصب عنك مفيش، غصب عنك مفيش. ده اللي حصل بعد الخساره الاولى لفريق هشام عبد الرسول واستبعاد اللاعب صالح مصطفى من الفريق. الاستبعاد كان صعب على اللاعب، ويمكن أكتر صعوبة على توأمه محمد اللي كمل لوحده في البرنامج. حزن شديد، علشان كده إدارة البرنامج حضرت له مفاجأة. بص كده على يمينك. يا صالح حبيبي. حبيبي. تعالى يا صالح. تعالى 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 يا سلام حبيبي. ربنا يخليكم لبعض، وان شاء الله خيرها في غيرها لصالح، وان شاء الله باذن الله انت تعوضه وتعوض تكون سبب في ان انت يعني تجيبه بقى معاك ان شاء الله لما تبقى اكبر كده. تحب تقول له ايه النهارده؟ قال له انه يلعب النهارده بقى ويكسب باذن الله النهارده ويلعب باسمي وباذن الله يشرفنا يعني. ربنا يخليكم لبعض. شافه يا جماعه لصالح ومحمد. ربنا يخليكم لبعض. احنا اكيد النهارده احنا بنشكرك طبعا جدا انك كنت موجود، وطبعا مفاجاه كبيره جدا منك يا استاذ احمد ومن كابيتانه ان هو يكون موجود معانا، فاكيد احنا سعداء ان هو كان موجود النهارده. في تاني حاجه النهارده؟ مفاجاه تانية. انت اللي بتعلن عنها. انت بتجيب لي كل الناس. تعالى كده، تعالى بتفاجئنا. مين؟ تعالى خش ادخل ادخل. تعالى يا حبيبي. تعالى ده اخوك الصغير ان شاء الله. حبيبي يا حبيبي. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم مكرم. ربنا يخليكم لبعض. تعالوا هنا، تعالوا هنا، اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يخليهم يا رب. اتفضلوا اتفضلوا هنا. انت النهارده بعد ما شفت اهلك وحبايبك واخوك، المفروض تعمل ايه في الملعب؟ ان شاء الله نكسب واعمل اللي عليا. تكسب بس؟ اعمل اللي عليا في الملعب. تكسب بس. نكسب ونفرح. الناس ضاربه مشوار وجايه لك لحد هنا عشان تقول تكسب بس. نفرح اهلنا يعني طبعا. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. واحنا مبسوطين ان احنا كنا سبب في سعادتك النهارده وسعاده اخواتك وباباك ومامتك، وبنشكرك جدا. شكرا جدا. شكرا.